راه دابا احنا ملي كنصيفطوا كادو ملي كنصيفطوا لا في الجاليه ولا هنا اللي كنصيفطوا الكادو ولا الفلوس لشي واحد اللي مشهور وعنده جوج قنوات وعنده ديور وعنده قهاوي، علاش كنصيفطوا عينا نصيفطوا ليه هذه الكادوات وهذه الفلوس؟ علاش كنصيفطوا ليه؟ كنصيفطوا ليه باش كيتسمع الاسم ديالنا، باش كنتشهروا، ماشي باش كنقبلوا الحسنات. شي واحد اللي ما عندوش بحال المشاهدين الكرام، الناس اللي ما عندهمش قنوات صغار باقي ما مستافدوا منهم والو، بحال هذوك يستاهلوا الدعم ويستاهلوا كادوات ويستاهلوا الفلوس. والناس اللي ما عندهمش قنوات، وانت قناه واحد عنده وحده عندها جوج قنوات وعندها الديور وعندها قسميتو كتصيفط ليها الكادو، تصيفط ليها الكادو ولا تصيفط ليها الفلوس، اش من حسنات من تبودي؟ كاين لا حسنات لا والو، باش نجيك من الاخر. اخوان السلام عليكم. واش كلامي دابا انايا اخوان صحيح قبل ما ندخلوا في الموضوع؟ واش كلامي صحيح ولا لا؟ واش البدويه خرجت كتشكر في عالم سوسو ملي صيفطات ليها الكادو ولا لا؟ راه ماشي حنا كنوضوا نهضروا على على والو، راه كلامنا راه صحيح. انا كنقول لكم واحد الحاجه راه كاينه كاينه. المهم الاخوان قبل ما ندخلوا في الموضوع، السلام عليكم بعدا، ومعكم مول سلوقي، وشكرا لكم على واحد جيم، واللي دخل جديد كنشكروه على ابوني، والعز لكم وموح عليكم حتى الصباح. المهم ندخلوا في الموضوع ديال البدويه وعنعطيو شي نقيطات اللي زوينين، وحتى نتوما حتى المتتبعين ديال البدوي الا جاوا عندي لا عاد يفهموني، لا ما ربما عاد تفهموني. لا راه انت كتبغي، انت كتبغي امك البدويه، ولكن راه ما ربما عاد تفهمني شويه، انت ولا انت عاد فهموني. افهموني فهموني مزيان. قال لك لا يجيب ملي فهمنا وما يعطينا والو. العز ليكم. ندخلوا في الموضوع دابا. البدويه عالم سوسو ملي صيفطات الكادو للبدويه، انا نهضر لكم كيفاش الكادو، كيفاش واش الحسنات محسوبين ما محسوبينش، واش الكادو مصيفط على قبل الشهره، واش الكادو مثلا مصيفط على قبل باش انا يسمعوا لي الناس بلا واحد السيد كيشكر فيا. بلاتي حنا شوف حنا كلشي قريب، حتى حاجه ما بعيده، حتى حاجه ما بعيده. المهم الاخوان البدويه ملي جاها الكادو من عند عالم سوسو خرجات وبقات كتشكر في عالم سوسو ياك. والنامس خرجت شكرت ديك خيتي كمان نعرف على ديك الاسم ديالها ما عرفتهاش، اللي وقال في باب المحكمه ملي مشات البدويه للمحكمه، لقات واحد السيده وقال تما في الباب تيا راكم شتوها شكرتها في الفيديو. واليوم تبعوا معايا، واليوم خرجت كتشكر بعالم سوسو صيفطات ليها الكادو ديال الحوايج هي وشي وحدينات. المهم قاطا وكداو مصوره في الكاس وكداو، حنا ماشي داك الكاس، حنا مصوره به الكاس. تحياتي لخديجه تورينو، لا لا راه دايره الكاس، دايره الكاس، دايره الكاس ديال البلار، ذهب ذهب، كاس ديال الذهب كتشرب فيه اتاي خديجه تورينو. خديجه هذيك خديجه تورينو، دايره الكاس، دايره الكاس ديال الذهب وكتشرب فيه كاس البلار، هذاك الاسم ديالو كاس البلار، كاس ديال الذهب كتشرب فيه اتاي. خليني من الكاس ديال 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 فهمتي، ديال البلاستيك ولا ديال البديع ولا ديال فهمتي اللي مصور فيه، راه ساهل بس كتصور. المهم ما علينا، هادشي كامل حنا ما عندناش فيه الجرام ديال المشكل، حنا جينا على قبل شي نقيطات غنطرحوهم اليوم على البدوي وعلى الاخوان باش تفهموني مزيان، باش تعرفوا غير فين كاين الليو. راه ممكن انا غدا ونخرج نبدا نشكر في البدويه وكذا وهادي وطن، ولكن لا خاصنا نحطوا داكشي اللي كاين، حنا ما نخزنوش على خوتنا وخواتاتنا اللي متبعينا، ما يمكنش باش نحضروا داكشي اللي عاد تشوفوا معايا مباشره، تشوفوا معايا في الفيديو حقيقه هي، ماشي تشوف معايا في الفيديو، تشوفني في الفيديو، في الفيديو تشوفني مثلا بواحد الصوره ومباشره. خرجت السيدي كتشكر في عالم سوسو صيفطات ليها الكادوات، وبلاتي دابا سيدي حنا نديرو سيدي مثلا انا غنوض غدا وغنصيفط ليه واحد 1000 درهم ياك، اش غدير؟ غتنوض غتقول سيدي هي جات، هي من عند مول السلوقي 1000 درهم صيفط علينا من المدينه الفلان الفلانيه، الله يدير الله يكدا الله يعاون الله هادي الله يهادي الله هادي. واخوتي خوات هادي هجموا عليه، هجموا على مول السلوقي، لا هجموا على مول السلوقي، دخلوا عنده لا انسان مزيان وطن وكداو. ولكن الا عيطت عليك مثلا نديرو حنا مثلا، الا عيطت عليك ياك انت مثلا
صيفطت لي واحد الكادو غنخرج من دا نشكر فيك طان 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 كذا، ولكن الا عيطتي عليا بلا كادو بلا والو، قلت لي يا فلان دعمني في واحد الفيديو وحط لي واحد الفيديو عندك ودعمني وفهمتي وحط لي التعليق في اول تعليق والعيب تثبت لي التعليق ياك. انا نقول لك اسيدي لا وانا ما مساليش وانا عندي مشكل وطن وكذا وهادي وانا عندي كذا، واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ هادشي اللي حنا عشناه. المهم ما علينا، جبل البدويه كتشكر الناس اللي صيفطوا ليها الكادوات براب، هما اللي كيصيفطوا هذوك الناس اللي صيفطوا ليها قديم من شحال هادي وكذا ونساتهم. نسات مثلا خديجة طورينو اللي كتشكرها ديما في الفيديوهات، عاونت ماديا ومعنويا وبزاف ديال الحوايج. راه بلاتي المهم علينا ندوزو لعالم سوسو، هذه الحقيقة. قاو معايا مزيان، سمعوني مزيان على عالم سوسو وغنقول لكم كيفاش هاد القضية ديال الكادوات، وانا غنضرب لكم المثال بعالم سوسو. انا غنقول لكم الحقيقة ولكن انتم ما خاصكم تحاولوا تفهموني على بزاف ديال الناس بحال عالم سوسو، بحال هاد الكلمات اللي غنقول لكم دابا. بزاف ديال الناس دابا خوتي خواتاتي الكرام، دابا عالم سوسو علاش كتصيفط دابا الكادوات للمناعمه البدويه؟ لا النعيمه البدويه ولا شيء، ولا مثلا كاع اللي مشهورين اللي معروفين، كاع اللي معروفين مثلا ياك اللي مشهورين، علاش سيدي كتصيفط البدويه الكادوات دابا؟ دابا واقع على جوج مرات تقريبا. عالم سوسو فين ساكنه؟ في اكادير. راه ساكنه في واحد المدينه يعني نقولوا مثلا فيها الفقر، فيها الناس، فيها الناس فقراء، حنا كاع فقراء، فيها الناس فقراء، فيها الناس كيريحوا قدام الجامع كيسعوا، حنا كاع كنسعوا الله، فيها الناس، الناس ما عندهمش. ماشي حنا كنقولوا، كنقولوا ماشي اكادير كامله، كنقول المدينه اللي كتسكن فيها عالم سوسو، فيها، فيها الناس شويه عندهم فلوس، وفيها الناس اللي ما عندهمش، وفيها الناس اللي كيريحوا قدام الجامع كيسعوا، وحنا كاع كنسعوا الله. دابا ليا هاد عالم سوسو علاش مازال كتصيفط البدويه مثلا اللي نقدر نقولوا مثلا اللي نقدر نقول لكم عندها حانوت، شوف الله يزيدها ولا يكمل عليها ولا يسهل عليها، الله يزيدها، شوف الله يعطيها 70 حانوت. حنا انا كنعطيكم، شوف انا كنعطيكم مثال اللي خاصكم تحاولوا تفهموني نتوما. دابا علاش هي كتصيفط البدويه؟ هذا عالم سوسو كتصيفط البدويه ماشي على قبل الحسنات، الحسنه اللي تابعه اللي ثابته هي كتصيفطها لشي واحد ما عنده، يا عنده قناه صغيره يا ما عندوش، ماشي عنده قناه كبيره وكيجيب 200 الف في 24 ساعه. حنا اللي يزيدها ولا يكمل اللي يعطيها مليون في النهار. حنا كنعطيك دابا مثال كنعاود نقول لكم علاش هي عالم سوسو كتصيفط البدويه للكادوات. عالم سوسو كتصيفط البدويه للكادوات باش تبان، باش 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 تشهر، باش يدخل، باش يسمعوها الناس. انا كنصيفط الكادوات واحد السيد مشهور، باش ملي كنصيفط ليه الكادو باش هو كيخرج في الفيديو اشنو كيقول؟ كيقول مول السلوقي صيفط ليا هاي واحد، هاي واحد الهديه جات من عند مول السلوقي. هادشي اللي بغيت نسمع، انا بغيت نسمع داك الاسم ديالي، يجبدوا داك السيد اللي مشهور ولا السيده، وهذيك السيده ولا السيد اللي مشهور كتفرج فيه 200 الف في 24 ساعه. انا بغيت داك الاسم ديالي، بغيت نسمعه في الفيديو عند هذيك السيده ولا عند هذاك السيد اللي مشهور. انا بغيت الاسم ديالي، بغيت هادشي راه علميا، بغيت الاسم ديالي يتسمع عند داك السيد ولا السيده اللي مشهور شويه. انا ما بياش الحسنات، بيا خاصني نسمع الاسم ديالي وخاصهم يدخلوا عندي الناس من عند داك السيد وشكروني، وبحال هكا شويه كان فهمتي، كنلوض واحد شويه الريش، فهموني. دابا عالم سوسو باغا الناس يدخلوا عندها وباغا الاسم ديالها تسمع عند البدويه، علاش؟ حيت كيدخلوا عندها الناس بزاف. واش فهمتوا لي علاش؟ هما الحسنات، انا كنقول لكم والله اعلم، الحسنات اللي ثابتين، الحسنات اللي ثابتين مزيان الاخوان. شوف الحسنات اللي ثابتين كتصيفط من شي واحد اللي عنده مثلا باقي ما كيربح والو من قناته صغيره، مثلا ما عندوش قناه، فهمتي؟ هذوك هما الحسنات اللي ثابتين. واش حتى مثلا اللي كتنوض وكتصيفط كادو ولا الفلوس لواحد اللي كيجيب 200 الف في 24 ساعه وكتصيفط ليه كادو ولا كتصيفط ليه فلوس؟ حنا لا يزيد ولا يكمل ولا ماشي غير يجيب غير كادو، لا يعطي 70 كادو للبدويه ولا غيرها. حنا كنعطوكم مثال
اللي خاصكم تفهموني مزيان اخوتي اخواتي ديال الكرام. راه حنا كنعطيو لواحد الكادو ولا واحد ولا فلوس لشي واحد اللي مشهور باش عاد نسمعوا حنا الاسم ديالنا عندك اللي مشهور باش يقول ها هو فلان بالفلان صيفط لينا القد والقد والقد ولا صيفط لينا الكوليه ولا هذه قوي من جامعة فلان ولا هذه فهمتي الجلابيه مع فلانه ولا هذه كذا ولا هذه كذا ولا هذه كذا. واش فهمتوني مزيان؟ واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ حنا ما كنقلبوش على الحسنات، حنا كنقلبوا على الشهره، كنقلبوا على شي واحد يجبد لنا الاسم ديالنا نصيفطوا ليه الفلوس، نصيفطوا ليه الحوايج باش يجبد الاسم ديالنا حين هذاك اللي نصيفطوا ليه عنده مشاهده كبيره وعنده هذه باش نسمعوا الاسم ديالنا تما. علاش مثلا عند عالم سوس مثلا دوري ها تما قدام الجامع ها تما هي كاينين الناس كاينين العيالات ما عندهمش ها تما الناس كيسعاو تما نيت حنا كاع كنسعاو له دوري عند الناس ما عندهم ما في حالهمش ها تما وعطي دوك الحوايج حنا الله يكمل شوف الله يكمل والله يعطيكم 70 كوليا حنا كنعطوكم مثال كنعطوكم حنا واش فهمتي انا لا كنبين لك مال الاخوان انا لا كنبين لكم لهاد الناس اللي كيصيفطوا الكادوات والفلوس الناس اللي مشهوره راه ما كيقلبوش على الحسنات باش نجيكم من الاخر حيت علاش راه ماشي واحد كيدخل زباله ديال المشاهد وزباله ديال الفلوس وعنده جوج قنوات وعنده مثلا محلات وعنده قهاوي وعنده سميتو وعنده ديور وكتصيفط ليه تكادو ولا تصيفط ليه الفلوس من الجاليه المغربيه ولا فين ما كنتي علاش كتقلب دابا هذيك الساعه كتقلب على الحسنات الحسنه كيقبل من الله شي واحد اللي ما عندوش مثلا عند ممكن كاينين الاخوان والاخوات عندهم قنوات صغرى مشاهدي الكرام ما كاينينش شي واحد شوف كاينين الناس عندهم قنوات صغرى ما باقيين ما مستافدين والو ما عندهمش يلا تانيك 1500 درهم ولا 2000 درهم اللي مثلا جابوا بها خلصوا بها السوايع وجابوا بها قناه وهذه باقي ما شدوهاش هذوك اللي خاصنا ندعموهم حنا بالكادوات وبزاف ديال الحوايج اخوان كنتمنى لكم تكونوا فهمتوني مزيان والعز ليكم كلنا خديجه تورينو اللي معاونا مول السلوكي مساندة مول السلوكي مزيان هذه هي الحقيقه في الدقيقه حنا ما باش نجيكم من الاخر والعز ليكم الاخوان بغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو مزيان بارطاجيو يلا الا كان كلامي انا صحيح بارطاجي معايا الا كان كلامي عندك صحيح بارطاجي يلا يلا العز ليكم ومحى عليكم حتى للصباح الفرصه القادمه نعود معكم من جديد.